مشاهدينا سننتقل إلى هذا المؤتمر الصحفي وأعود من بعد. לעשות הכל, הכל על מנת להשיב את כל החטופות והחטופים הביתה. נעמל על הסתעדת כפת המחטופים והמחטופת. להערך למימוש המתווה. في هذا الوقت تواصل قواتنا الاستعداد لتنفيذ نص الاتفاق من أجل استعدت المخطوفين إلى البيت. السيطرة على شمال قطاع غزة هي جزء من هذه الحرب الطويلة، ونحن نتطلع إلى الأمام من أجل تنفيذ المراحل المقبلة من هذه الحرب. قواتنا ستلتزم بخط وقف إطلاق النار في داخل قطاع غزة، وهي الخطوط التي تم التوافق عليها في هذه الصفقة. في الشمال الجيش استهدف خلايا ولحزب الله حاولت الاعتداء على الحدود. قواتنا في الضفة الغربية موجودة ومعززة، وفي الجبهة الداخلية ندعو المواطنين إلى عدم الاستهانة بتعليمات الجبهة الداخلية. حتى في فترة وقف إطلاق النار يجب الالتزام بهذه التعليمات لأنها تنقذ حياتكم. حتى الآن تم إبلاغ عائلات 392 جندي قتلوا في المعارك. نحن نرافق العائلات ونرافق أيضا الجرحى وعائلاتهم ونتمنى لهم الشفاء. إلى الأسئلة، وزير الخارجية القطري قال إن المعركة قد الهدنة قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار. بالنسبة لنا المعركة طويلة ومستمرة ولها أهداف هي القضاء على حركة حماس واستعادة المخطوفين. نحن الآن في مرحلة حالية ولم يحدث في هذا الشيء، ولو يحدث يوم غد فيعني أننا حققنا الأهداف. الآن أمامنا الاستمرار في القتال واستعادة المخطوفين. حكومة إسرائيل والجيش الإسرائيلي يعملون على تحقيق هذه الأهداف. فيما يتعلق بعمل قوات الاحتلال في مستشفى الشفاء والأنفاق، ما الذي سيحدث في فترة وقف إطلاق النار؟ نحن بعد الهدنة سنواصل العمل في مستشفى الشفاء وفي واستهداف الأنفاق، لأنه يتم استخدام المستشفيات كمراكز للإرهاب. لذلك سيتم القضاء أو تدمير كل البنى التحتية المتعلقة بالإرهاب في مستشفى الشفاء. هناك الكثير من المهام التي يجب أن نركز عليها في تدمير البنى التحتية ومنها في مستشفى الشفاء. هل تتأمل إسرائيل أن تكون هناك أن يكون هناك تراجع في العمليات القتالية على الجبهة الشمالية مع حزب الله في فترة وقف إطلاق النار؟ في الشمال نحن في حالة تأهب عليا منذ بداية الحرب، ونحن نرد بقوة على كل اعتداء ضدنا، ونحن سنواصل العمل بذلك طوال الوقت لإحباط أي تهديد لدولة إسرائيل في الشمال. لن يسمح لأي خلية بالاقتراب إلى الحدود واستهداف إسرائيل. كل تهديد لإسرائيل نقوم باستهدافه ونواصل الضرب في لبنان. هذا ما نقوم به بعكس ما يقوم به حزب الله. هو يقوم بأعمال إرهاب
بعكس دولة لبنان وهي دولة ذات سيادة لكنها تتحمل المسؤولية. بالنسبة لعودة الفلسطينيين من الجنوب إلى الشمال حسب الاتفاق الحركة ستكون من الشمال إلى الجنوب فقط، من شمال قطاع غزة إلى الجنوب. قمنا بإعداد القوات من أجل الاستعداد لمثل هذا السيناريو. האם הרעיון של כוח שיטור בינלאומי אחרי השלמת מיטוט החמאס הוא אופציה שהצבא מקבל? إمكانية نشر قوة شرطة دولية بعد القضاء على حكم حماس. هناك مراحل هذه الحرب. القضاء حماس واستعادة الأسرى. ثم فعل ذلك في كل قطاع غزة، الانتشار في كل قطاع غزة، ثم تأمين الحدود. وما يتعلق بمستقبل قطاع غزة هو مسؤولية المستوى الأمني السياسي عفوا. نكتفي مشاهدينا بهذا القدر من المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.